يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا بفقرتنا اليوم. مثل ما نعودكم دائما نتميز بفقراتنا، وحاليا احنا موجودين بمنزل الفنان التشكيلي محمد المجادي، وغيرنا هو متميز في إعادة التدوير والنحت أشياء وايد، وعنده منحوتات وايد غريبة. لا تروحون بعيد مشاهدينا، خلي الحين نروح نستضيفه وأيضا نتناقش معه وتشوفون الأشياء الغريبة اللي عنده من ناحية المنحوتات وإعادة التدوير. تابعونا. بداية استاذ محمد، دام نعرف كونك ان انت فنان تشكيلي، شنو سر انك انت دشيت عالم النحت وايضا عالم التدوير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية هو الرسم اساس كل شيء، يعني احنا في المراحل الابتدائية يستهوين الرسم، وتكون موهبة من عند رب العالمين ان الواحد يلقى له توجه تنفتح له ابواب. الخطوة الاولى كانت الرسم الشيني، بعدين عندنا الألوان المائية واللي هي الألوان القواش، هذه كون كبدايات نقدر نتحكم فيها. بعدين تطورت العملية إلى الألوان الزيتية لشوي أعلى مرتبة، اللي هي الألوان اللي يستخدمها الفنانين العالميين، منها طبعا المشاركات والاحتكاك بالخبرات الكبيرة في الكويت وخارج الكويت مع الفنانين. بديت أتخذ اللي هو طريق النحت وفن إعادة التدوير اللي هو الريسايكل. طبعا انا الحين زرت بيتكم وقاعده اشوف اكثر من ابداع موجود، استغربت فيه. عندك مثلا اغراض تختص عن اغراض المطبخ او المستلزمات المنزليه، فقاعده اشوف يعني اعاده التدوير اللي انت قاعد تسويها، لو تكلمنا اكثر عن الشغلات الموجوده. طبعا عين الفنان لازم تكون صياده للشيء، يعني انا اشوف القطعه تكون مهملة أو مرمية، خلاص استخدموها استخدامها اللي صنعت لأجله وانهملت القطعة هذه، أنا لا أخذها وأحاول أكون منها عمل فني، سواء يستخدم أو يعرض كعمل فني. فمثل ما تشوفين في عندي عدة أشياء، وأكثر شيء طبعا أنا أدخل الخشب مع الحديد، يعني شمعنا يعني؟ الخشب عنصر حي، يعني ما يموت، يعطي رونق حق المكان وفي حياة. فالخشب كل ما قدم سبحان الله زادت قيمته، وفي طبعا يختلف الخشب الأحمر، الخشب الزان، خشب الورد، على حسب القطعة الخشبية الموجودة في الطبيعة شلون الفنان يقدر يحورها ويحولها لعمل فني بإدخال أكثر من خامة عليها، سواء كانت الحديد، البلاستيك، الألوان، كل فنان ونظرته للعمل. سمعت أن بعد في عندك موهبة في فن الحفر. فن الحفر طبعا له عدة مجالات، انا مثل ما قلت لك الخشب يستهويني بانواعه كون انه مادة حية، فاستخدمت مجال الحفر في اللي هو المباخر الشعبية اللي انا اسويها. طبعا اشوف القطعة تكون قديمة، يعني احاول استفيد من الاشياء اللي فيها، ما انظفها وازينها، احاول اخذها على شكلها واحفرها واسوي عليها الرسومات في اكثر من شكل، واستخدمها كمبخر او كقطعه للمنزل. مشاهدينا ورجعنا لكم من زاوية ثانية أخرى بعد، مثل ما تشايفين ما شاء الله بيت الفنان التشكيلي محمد المجادي محوله إلى منحوتات وأيضا محولها إلى إعادة تدوير بشكل جميل جدا. طبعا يعطيك العافية أول شيء. ثاني شيء الحين عندنا أدوات اللي تختص عن إعادة التدوير وأيضا للنحت، لو تكلمنا وتعرفنا على هالأدوات الموجودة. طبعا العمل لازم يكون فيه أدوات وخامات عشان تكتمل عناصره وينجز. بساطة الأدوات هي الشيء المميز في شغلي أنا، يعني أدواتي بسيطة، ما أروح أشتري أدوات غالية، وساعات أنا أصنع أدواتي بنفسي. يعني كل ما كانت الأدوات بسيطة تحسين العمل وصعوبة إنجازه. أنا ما أحب الأشياء الكهربائية والأشياء اللي فيها الكمبريسر والكذا، أحب الأشياء البسيطة اليدوية
اللي تحسسني ان انا اعيش مع الخامه واتعامل معاها مباشره بدون اجهزه كهربائيه ومكانيكيه. حلو. طبعا احنا قاعد نشوف هالادوات البسيطه، يعني ما شاء الله انت قادر بهالادوات البسيطه السهله ان تحفر فيها وايضا تسوي فيها اعاده تدوير، يعني ما لقيت صعوبه فيها؟ بالبدايه كان في صعوبه لان كل شيء لازم يكون في تجربه. لما اتعامل مع الخشب اعرف الخشبه هذه مثلا خامتها صلبه، هذه خامتها لينه، كل خامة لها أداة تقدرين تحفرين فيها أو تقدرين تعطينها الشكل اللي أنت تبينه. طبعاً مع الممارسة أكتشف أن هالشيء حق هالشيء، يعني كل شيء له شيء، ما في شيء ثابت حق كل الأشياء، لا كل شيء له شيء. نقدر نقول الأدوات تكلفتها عالية بالكويت ولا معقولة؟ أدواتي أنا بسيطة. بسيطة يعني جداً. تكلفتها رخيصة. رخيصة ومتاحة في كل مكان. حلو. وهل أنت شايف في دعم مثلاً من وزارة التعليم أو مثلاً من الحكومة؟ بالنسبة للفنان تشكيلين في الأماكن اللي تعرض أعمالك وفي الأماكن اللي تسوي الدورات، بس كرعاة يعني يدعمون مادياً ما عندنا، ما في أي أحد، خصوصاً الفن الحديث اللي طرأ علينا اللي هو اسمه الريسايكلينج اللي عادة تدوير، ما في له أي راعي، وحتى المعارض اللي بالكويت ما يتجهون للنوع هذا من الفن. يعطيك العافية محمد المجادي، ما قصرت ونورتنا اليوم في برنامجنا وفقرتنا أيضا اللي دائما تدعم الشباب والمواهب اللي احنا نشوفها. طبعا اليوم استمتعتوا مشاهدينا أكيد مثل ما انتم شايفين مع الأستاذ محمد، هو فنان تشكيلي وأيضا يحب أنه يسوي إعادة التدوير والنحت والحفر، يعني ما شاء الله الله يحفظه على هالمنحوتات الجميلة اللي في منزله. وأكيد استمتعتوا واستفدتوا معانا، راح نشوفكم إن شاء الله بفقرات أجمل وأجمل. مع السلامة.